ايه هم الخمس عيوب؟ اولا بيقلق عليك جدا، ثانيا سيء المزاج لو افتقدك، ثالثا بيخاف عليك من اقل حاجة، رابعا قاسي جدا 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 في غيرته، خامسا واخيرا دايما عايزك جنبه ومعاه. بس دول مميزات مش عيوب. مين قالك؟ كل دول دلوقتي بقوا عيوب. بلاش نحاول ناخد حاجة مش بتاعتنا ومش من حقنا بمجرد ان انا عارفة لما اجي اطلبها من الشخص اللي قدامي يتحرج او يتكسف، يرفض او يقول لا. بلاش نحاول نعمل ده. يمكن يكون فينا عيوب الدنيا كلها، بس انا ماني خوان، مع الرفيق رفيق للآخر، ومع اللي بحبه وفي للموت. من أجمل أنواع النعم إنه الله يرزقك شخص يهون عليك الحياة وما تهون عليه أبدا. غاب عنك يوم، غاب عليك أسبوع، غاب عليك لنفترض شهر، عمرك ما ترجع لشخص غاب عنك. وراح يرجع لك ويقول لك والله أني مشتاق لك، والله أنا أحبك، والله أنا ما أقدر بدونك. كذاب، والله كذاب، لأنه يقدر وعاش يوم بدونك، فإذا يقدر يعيش الدهر كله بدونك. بس رجع لسبب واحد، رجع لأنه ما لقى الشخص المثالي اللي مثلك اللي يحتويه ويحبه، فلهذا رجع لك. ما رجع لأنه يحبك، رجع لغاية مصلحته بس.